أهلا بكم. مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز رعى وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة افتتاح أعمال الدورة 12 للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف وشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي. يأتي انعقاد المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف لدول العالم الإسلامي في ظل ظروف استثنائية تمر بها الأمة، وأهمها ما تتعرض له المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك من مخاطر ومحاولات لتهويدها والنيل منها، كما يركز المؤتمر على ضرورة مراجعة الخطاب الإسلامي والقضايا المتعلقة به من خلال المسجد والمنبر. إن القدس الشريف أمانة في أعناق المسلمين منذ انتهت إليه رحلة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحق أن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف امتداد وثيق لما نصت عليه العهدة العمرية من حيث العهد والذمة، عهد الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وذمة المؤمنين. فنحن عندما نتحدث عن خطاب التطرف والإرهاب ونتحدث عن خطاب الكراهية، علينا أن ندرك جيدا أن الذي يرسم معالم التطرف وأن الذي يرسم معالم الإرهاب ويجذر ويؤصل له وأن الذي يرسم طبيعة الثقافة الإسلامية هو خطاب إسلامي. نعم، نقول الإرهاب لا دين له في كل الملل والنحل. التحديات المختلفة التي تحيط بالأمة الإسلامية تستدعي اليقظة ووحدة الكلمة والتعاون والتعلم من الأخطاء التي شهدها الخطاب الإسلامي وأدت إلى خلق حالة من التطرف والتشدد والإرهاب. فوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية تحمل أمانة عظيمة، ويقع على عاتقها مسؤوليات جسيمة لتعريف العالم بحقيقة الإسلام وقيمه الإسلامية الإنسانية السمحة، واستعادة صور الإسلام الصحيحة النقية، ودفع شبه المغرضين عنه، وحمايته ممن سقطوا في الفتنة، تحصين المنابر من الجماعات الضالة والمتشددة وكل من يعمل ضد مصلحة الأوطان، لأن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان. فالمنابر ليست للتجاذبات الحزبية ولا السياسية، وإنما هي لخدمة الدين والوطن، لأن خدمة الوطن لا تنفك عن خدمة الدين، ولا بد من تفعيل القوانين التي تضبط المنابر ولا تجعلها كلا مباحا لا لغير المتخصصين ولا للدخلاء ولا حتى للمتخصصين غير المؤخص لهم. أوصى المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف لدول العالم الإسلامي بالوصاية الهاشمية على القدس وعلى المقدسات الإسلامية وعلى تجديد الخطاب الديني من أجل محاربة الإرهاب والتطرف من مكان انعقاد المؤتمر عاهد الدبعي، التلفزيون الأردني.